شلون شوف الاجواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الاجواء طيبه وجيده جدا وخير من الله، متونسين وفرحانين وحيا الله كل من يجي للبصره، يا مرحبا بالجميع. رغم صعوبات جاي تازر المنطقه؟ اكيد والله صعوبات، شويه صعوبات بس ما قصروا. من اي ناحيه الصعوبات؟ بالتنظيم، بالدخول؟ لا لا شويه دخولنا يعني تعرف صعوبات قطوعات وكذا، بس طيبين ما مقصرين. جاي تازر المنطقه؟ جزاهم الله خير. اكيد اكيد. كل هذا على مود المنتخب؟ اي والله فرحان. أيوة بوجود المنتخب؟ اكيد والله فرحان بوجود كل المنتخبات صراحه. شو راح تشجعون؟ العراق شيء اكيد. شيء اكيد. ايش قد تخلصون اللعبه؟ 2-0. من اللي قبل؟ ايمن. ايمن يعني اللاعبين؟ ايه. شو اشوف الاجواء؟ كلش حلو الاجواء، ممتعه رغم التعب يعني بالوصول. من اي ناحيه التعب؟ يعني شوي الطريق كان ما مرتب لان السبب الازدحام، احنا وقفنا بغير مكان. جايين حتى تازرون المنتخب الوطني؟ اكيد. اول مباراه؟ اول مباراه تحضر. وشو نشوف الاجواء؟ ممكن نجددين؟ اي ان شاء الله اجدد. اول مره تدخلين الملعب؟ والله اي اول مره ادخل الملعب. الاجواء اي لا بس كلعبه ما معايشين اجواء اللعب وطوبه وهيك شيء يعني. هاي مستمتعين جدا؟ ان شاء الله كلش مستمتعين. اي كل احنا هاي. ايش قد تتوقع المنتخب يفوز اليوم؟ 2-0. من يقول؟ ايمن حسين وامجد. امجد عطوان؟ اي. عافية حبيبي. من تتوقع يفوز؟ العراق. العراق ايش قد؟ 3-0. حبيتوا الاجواء؟ حبيتوا الدخول والملعب؟ نعم. شلون تشوفين الاجواء؟ كلش حلوة. أول مرة تدخلين الملعب؟ 65,000 متفرج شفتيهم، الأجواء الشعور من داخلك؟ كلش حلوة. كلش حلوة؟ إي. ممكن تحضرين بعض المباريات؟ والله إذا صارت القسمة إي ممكن. إيش تتوقعين المباراة؟ يعني شلون؟ تتوقعين النتيجة؟ نفوز. نفوز العراق؟ شكرا جزيلا.